وسهلا فيكم اصدقائي، عم نطلع عليكم انا ورامبو ببدايه حلقه جديده واسبوع جديد، واكيد كثير من التحديات الجديده. ومثل ما بخبركم دائما، كل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح وتشاركوني كل اجاباتكم، واذا ما كنتوا كثير متاكدين انا ورامبو رح نحاول قد ما نقدر نساعدكم، واكيد بتقدروا تطلبوا المساعده من الموجودين معكم وكمان من جوجل. رح خبركم اصدقائي انه هديتنا هذا الاسبوع هو عباره عن ايباد بقيمه 1000 درهم، لهيك كل المطلوب منكم تفكروا وتكتبوا اتصالاتكم وتشاركونا. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول صرح إسلامي بارز في دولة الإمارات، يقع في مدينة أبوظبي ويعد رابع أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية، وأحد أكبر 10 مساجد بالعالم، حيث تعادل مساحته مساحة 5 ملاعب كرة قدم. توجد فيه 4 مآذن مكسية بالرخام الأبيض و82 قبة، تحيط به البحيرات العاكسة. ما هو الصرح الإسلامي البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول صرح إسلامي بارز في دولة الإمارات، يقع في مدينة أبوظبي ويعد رابع أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية، وأحد أكبر 10 مساجد بالعالم، حيث تعادل مساحته مساحة 5 ملاعب كرة قدم. توجد فيه 4 مآذن مكسية بالرخام الأبيض و82 قبة، تحيط به البحيرات العاكسة. ما هو الصرح الإسلامي البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أصدقائي السؤال كتير سهل، رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلاً أهلاً حليمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله أنا تمام. خبريني كيف كان الويكند معك؟ حلو. طلعتي ولا ضغطكوا البيت؟ ضليت في البيت. يلا مو مشكلة، كمان حلو. طيب حليمة، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ إيه. شو؟ مسجد الشيخ زايد الكبير. زرتي من قبل ولا لا؟ هي في رمضان. اوكي، شكرا لك حليمه. فاطمه رح تشارك؟ ايه. يلا اوكي. الو. اهلا اهلا فاطمه، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني يا صديقتي، عرفتي الجواب؟ مسجد الشيخ زايد. اكيد صح. مليون أكيد. مليون شكرا حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مسجد الشيخ زايد، يا ترى إجابات حليمة وفاطمة صح أو خطأ؟ رح نعرف أكيد بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. لسه أصدقائي معكم وقت لحتى تشاركونا. معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. ألو نوار. أهلا أهلا سارة، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، أنت كيف أخبارك؟ أنا الحمد لله تمام. خبريني سارة كيف كان الويكند، شو عملتي؟ ماشي، زاروني صديقاتي وقعدنا معك. حلو كتير. طيب قدرتي تعرفي شو الجواب؟ مسجد الشيخ زايد. متأكدة صح؟ ايه. مين رح يشارك؟ موزة. اوكي. الو. الو. ايوه موزة، كيفك؟ موزة. وسيد. رايد. شكرا لك يا صديقتي، قدرت اخذ جوابك. مين كمان من الاصدقاء رح يشاركوا؟ فهد. الو. الو، مين معي؟ امنه. امنه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني امنه شو جوابك؟ مسجد الشيخ زايد. زرتيه من قبل ولا مره؟ زرناه، وايد حلو. اوكي الحمد لله، كثير منيح. واحلى شيء انه في مصلحه حق النساء. صح فعلا، هذا احلى شيء. مين كمان راح يشارك؟ الو. اوكي انا راح اعرف. هنيه. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني هنيه شو الجواب؟ مسجد الشيخ زايد. شكرا لك صديقتي. باقي سيف وسعيد وعذيبه واحمد صح؟ ايه. الو. الو الو الو. عذيبه. هي. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا الحمد لله تمام. عذيبة خبريني شو جوابك؟ مسجد الشيخ زايد من سنطران هيان. أوكي تمام. طيب مين كمان رح يشارك؟ ألو. سيف سعيد. ألو. سيف. ألو. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني سيف شو جواب؟ مسجد الشيخ زايد بصوت. طب وين؟ الله. وين موجود هذا المسجد؟ في
في إمارة أبو ظبي. برافو عليك حافظ. أوكي باقي السعيد. ألو ألو ألو. أيوة سعيد خبرني شو الجواب. مسجد الشيخ زايد بن سلطان. شكرا لكم. شكرا لكم. إمارة أبو ظبي. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم إن شاء الله تكون صحيحة، وواحد منكم يقدر يكون نجم الأسبوع. معنا اتصال جديد ومنقول ألو. ألو مين معي؟ يارا. أهلا وسهلا يارا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ مسجد الشيخ زايد. حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ أنا بعرف. أكيد؟ أكيد. شكرا لك يارا وشكرا لمشاركتك معنا. يا ترى مين لسه من أصدقائك رح يلحقوا بسرعة بسرعة يستغلوا الوقت ويتصلوا فينا؟ كتفوا اتصالاتكم أصدقائي من خلال التواصل معنا على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. وأكيد تذكروا كل ما تواصلتوا معنا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لحتى تربحوا معنا. ورح أذكركم كمان أن جائزتنا هذا الأسبوع هو عبارة عن آيباد بقيمة 1000 درهم. يا ترى مين من الأصدقاء رح يربح؟ مين رح يكون كمان نجم الأسبوع ويكون موجود معي هون بالاستوديو لحتى نعرف مين كمان معنا رابحين؟ يلا أصدقائي بقي معنا شوية وقت استغلوا بسرعة، سؤالنا كتير سهل، شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم مسجد الشيخ زايد. يا ترى صح أو خطأ يا أصدقائي؟ يارا رح تكون آخر المشاركين ولا في حدا رح يلحق بسرعة يتصل؟ للأسف بدأ العد التنازلي أصدقائي، وفعلا يارا كانت آخر المشاركين معنا لهذا السؤال. 2-1 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الصرح الإسلامي البارز في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والإجابة أكيد صح، مسجد الشيخ زايد. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة، وريمبو لسه مخبيلكم معلومات، لهيك لازم نقول بدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هي ظاهرة طبيعية تحدث في البحار والمحيطات، وهي عبارة عن ماء يدور حول نفسه بسرعة وقوة هائلتين بشكل لولبي، تحدث نتيجة التقاء المد بالجزر أو بسبب الرياح القوية، بحيث تصبح عنيفة وخطرة على السفن، حيث تبتلع الأجسام الطافية وتسحبها إلى القاع. ما اسم الظاهرة التي يدور فيها الماء حول نفسه بشكل لولبي؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هي ظاهرة طبيعية تحدث في البحار والمحيطات، وهي عبارة عن ماء يدور حول نفسه بسرعة وقوة هائلتين بشكل لولبي، تحدث نتيجة التقاء المد بالجزر أو بسبب الرياح القوية، بحيث تصبح عنيفة وخطرة على السفن، حيث تبتلع الأجسام الطافية وتسحبها إلى القاع. ما اسم الظاهرة التي يدور فيها الماء حول نفسه بشكل لولبي؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، خبريني بسرعة عرفتي الجواب؟ الدوامة. كيف عرفتي؟ سهل. أكيد. أوكي مين يعني كمان؟ إذا ما كان يعني الدوامة والموجة يعني في البحر. أوكي طيب أنت بتعرفيهم ولا في حدا ساعدك؟ لا والله أنا أعرفهم. برافو عليكي. أوكي مين كمان؟ الشلة التامة. يلا عم نستنى الشلة. ألو ألو. هنية. هي. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ دوامة. حد ساعدك؟ سارة قالت لك ولا أنت عرفتي؟ سارة. أوكي شكرا لسارة وشكرا لك هنية. مين كمان؟ يلا يا أصدقائي. عذيبة. ألو صح؟ ألو عذيبة. هاي. أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ الدوامة. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ سارة وهنية وعذيبة، باقي آمنة وسيف وسعيد وموزة. ألو آمنة صح؟ ألو آمنة؟ سعيد. سعيد أوكي سعيد، خبرني شو الجواب؟ الدوامة. طب سعيد وين حماسك؟ إن شاء الله السؤال الجاي. أوكي طيب مين كمان؟ ألو سيف. هيه ما رح استنى للسؤال الجاي، بكل حماس خبرني شو الجواب. الدوامة. شكرا لك صديقي. مين كمان؟ في حدا كمان؟ أصدقائي
بائعات أتوقع آمنة ما أخذت جوابها وما بعرف والله مو متذكرة. شكرا لكم أصدقائي قدرت أخذ كل إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 أهلا وسهلا حليمة، خبريني شو الجواب؟ دوامة. أنت بتعرفيه ولا من سارة؟ لا أنا بعرفها. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي فاطمة يا فاطمة. أهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الدوامة. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة الدوامة. أكيد باقي الأصدقاء أنا وريمبو عم نستناكم، حمزة لينا وفرح يارا ندى وعليا وكل الأصدقاء اللي دايما متعودين يشاركونا ويسمعونا صوتا شاركونا. أكيد خبروني شو عملتوا بالويكند، خبروني كمان إذا قدرتوا تعرفوا الجواب أو لا ومساعدة حدا أو لا. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو 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 أهلا يارا، خبريني شو الجواب؟ الدوامة. حدا ساعدك؟ لا من الشلة. من الشلة، أوكي شكرا للشلة وشكرا لك يارا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتقدر تكوني نجمة الأسبوع. ومن بين الرابحين مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي واستغلوا الوقت الباقي معنا لحتى تزيد فرصتكم تكونوا نجوم الأسبوع. وتذكروا كل ما شاركتونا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لحتى تكونوا من بين الرابحين. يا ترى يا أصدقائي مين كمان رح يشاركنا؟ رح كرر عليكم ريمبو كان عم بيقول هي ظاهرة طبيعية تحدث في البحار والمحيطات، وهي عبارة عن ماء يدور حول نفسه بسرعة وقوة هائلتين بشكل لولبي، تحدث نتيجة التقاء المد بالجزر أو بسبب الرياح القوية بحيث تصبح عنيفة وخطرة على السفن، حيث تبتلع الأجسام الطافية وتسحبها إلى القاع. ما اسم الظاهرة التي يدور فيها الماء حول نفسه بشكل لولا بيفكروا كتير منيح أصدقائي؟ شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم أن اسم هاي الظاهرة دوامة. يا ترى صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح، طلبوا المساعدة من الموجودين معكم أو كمان أكيد تقدر تسألوا جوجل اللي أكيد 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 رح يخبركم الجواب الصحيح إذا ما كنتوا أنتوا تعرفوها أو متذكرين. مع العلم أنه بتوقع أخدينا يمكن كتير منكم بالمدرسة، لهيك فكروا كتير منيح وحاولوا تذكروا يا أصدقائي شو اسم هالظاهرة اللي بيدور فيها الماء حول نفسه بشكل لولبي. يلا يا أصدقائي كتفوا اتصالاتكم لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا جائزة الأسبوع، وهي عبارة عن آيباد بقيمة 1000 درهم لنعرف أنا وياكم مين نجم الأسبوع معنا. أكيد صديقنا حبيب نجم الأسبوع الماضي أنا وريمبو عم نستنى مشاركتك معنا يا صديقي. مين كمان؟ يلا بسرعة أصدقائي كمان هالمرة رح تكون يارا آخر المشاركين. فكروا كتير منيح لسه معنا شوية وقت بتقدروا من خلاله تروحوا بسرعة هيك ترفعوا سماعات التليفون وتتصلوا فينا وتخبرونا شو الجواب الصحيح. للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. 3 2 1 وانتهى الوقت أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما اسم الظاهرة التي يدور فيها الماء حول نفسه بشكل لولبي؟ وأكيد صح الدوامة. ألف مبروك أصدقائي إجاباتكم كانت صحيحة. لا تروحوا بعيد أبداً، أنا وريمبو لسه مخبين تحديات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. أكيد بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم وتشاركونا من خلال رقم التواصل الموجود قدامكم على الشاشة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقياً في منتصف المسافة بين قطبين، يقسم الأرض إلى نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، وهو بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. ما اسم الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي؟ رح كرر عليكم أصدقائي اللون البرتقالي كان بيقول خط وهمي يلتف حول كوكب الأرض أفقياً في منتصف المسافة بين قطبيه، يقسم الأرض إلى قسمين نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، وهو بمثابة مرجع لمعرفة أغلب المناخات في العالم. ما اسم الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين شمالي وجنوبي؟ يا ترى مين أول أصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ السؤال كتير سهل إذا ملاحظين ريمبو كتير عم يساعدكم اليوم. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو.
ألو. أيوة حليمة، خبريني شو الجواب. أول شيء ماما بتسلم عليكي. سلمي لي عليها كتير، الله يحفظها يا رب. وبتسلم على عائشة. أوكي، وعائشة بتقلكن إنه كمان بتسلم عليكن كتير. خط الاستواء أكيد؟ إيه. أنت بتعرفي ولا حدا ساعدك؟ لا بعرفه. أوكي سهل. الجغرافيا. إيه سهل. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا. أهلا أهلا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ خط الاستواء. شكرا لكم حليمة وفاطمة، وأكيد تحية كتير كبيرة للوالدة الله يخليها يا رب. شكرا لمشاركتكم الدائمة معنا. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا ويعرفوا الجواب؟ قالوا لكم حليمة وفاطمة أن الجواب خط الاستواء، يا ترى صح أو خطأ؟ ما بنعرف، بس أنتوا فكروا فيها، هذا السؤال كتير سهل وأكيد كلكم بتعرفوا الجواب وكلكم مارق معكم، لهيك حاولوا شوي تذكروا أو اسألوا الموجودين معكم عم يحضرونا، وكمان أكيد تقدروا تسألوا جوجل. مقسم الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، شمالي وجنوبي. يلا شلي وينكم، أنا وريمبو عم نستناكم، لازم تكونوا عرفتوا هاي المعلومة. أكيد كمان يارا كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا من إمارة الفجيرة ومن كل الإمارات، فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، صح؟ هي. أوكي أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ خاطر الاستواء. أوكي طيب. شكلك متأكدة صح؟ صح. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ ألو. لحظة لحظة، تمام عم استناك. ألو. مين؟ موزة. موزة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ أوكي. شكرا لك موزة، شوفي سارة حتى عم تحاول تعطيك الجواب بحماس كمان. مين كمان؟ ألو. أيوة عذيبة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ خط الاستواء. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ ألو. هنية، حماس ولا بلا حماس؟ خلص نحن كبار ما نتحمس. خط الاستواء. شكرا لك هنية. مين كمان؟ ألو. سيف. هي. خبرني هالمرة، أنت وعدتني بحماس صح؟ هي. يلا. خط الاستواء. شكرا لك سيف. مين كمان؟ ألو. ألو سعيد. هي. يلا خبرني شو الجواب؟ خط الاستواء. شكرا لكم اصدقائي وشكرا لهالحماس اللي كثير كثير كثير. مين معي؟ آمنة. خبريني شو الجواب؟ خط الاستواء. مو كثير حماس. خط الاستواء. شكرا لكم، ان شاء الله تكون كل اجاباتكم صحيحه. ألو. وانا لو علي بربحكم كلكم كلكم. هنيه. أحمد. أحمد أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو الجواب؟ شكرا شكرا أصدقائي، باي حدا؟ لا صح؟ لا. شكرا بنحب ريمبو. وريمبو بحبكم كتير كتير، شكرا لمشاركاتكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة، مثل ما سمعتوا الشلة كلها قالت إنه الجواب خط الاستواء، يا ترى هيك بكون الجواب صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، لسه معكم شوية وقت لحتى تشاركونا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو. ألو. أهلا وسهلا. يارا. نعم. خبريني شو الجواب؟ خط الاستواء. انت بتعرفي؟ اخذناه بالمدرسه. شكرا لك يارا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع وتيجي معنا لهون على الاستوديو لحتى انا وياكي نعرف مين كمان في رابحين. اتصال جديد ومنقول الو. 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 مرحبا، مين معي؟ انا سالم. سالم؟ ايه. رغد سالم. رناد سالم. رناد اهلا وسهلا فيك يا صديقتي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني رناد شو الجواب؟ خط الاستواء. اكيد اكيد. في حدا رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. يلا. الو. مرحبا كيفك؟ زينة. خبريني بسرعه بسرعه شو الجواب؟
بصراحة خط الاستواء. شكرا لكم صديقاتي، قدرت أخذ إجاباتكم قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. انتهى الوقت وسؤالنا كان بيقول: ما اسم الخط الوهمي الذي يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، شمالي وجنوبي؟ وأكيد أكيد الجواب خط الاستواء. شكرا لمشاركاتكم أصدقائي، كل إجاباتكم كانت صحيحة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر، وهاللون بيقول هو حيوان مفترس من فصيلة السنوريات، تنتشر تقريبا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبعض المناطق في آسيا الجنوبية والشرقية. يمتلك قوائم قصيرة بالإضافة لجسد طويل وجمجمة ضخمة. فراؤه مرقط الشكل، يأكل القوارض والزواحف والبرمائيات والطيور والأسماك. ما هو الحيوان المفترس من فصيلة السنوريات والذي يتميز بفراء مرقط؟ رح كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول هو حيوان مفترس من فصيلة السنوريات، تنتشر تقريبا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبعض المناطق في آسيا الجنوبية والشرقية، ويمتلك قوائم قصيرة بالإضافة لجسد طويل وجمجمة ضخمة. فراءه مرقط الشكل، يأكل القوارض والزواحف والبرمائيات والطيور والأسماك. ما هو الحيوان المفترس من فصيلة السنوريات والذي يتميز بفراء مرقط؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة يا صديقتي، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ ممكن النمس. نمس سين ولا راء؟ نمر ولا نمس؟ النمر. نمر أكيد. أوكي. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أيوة فاطمة، أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ النمر. أكيد. مليون أكيد. شكرا لك. شكرا حليمة وفاطمة. حليمة وفاطمة قالوا إنه جواب النمر، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد أصدقائي لسه معنا كثير وقت تقدروا تفكروا فيه، تسألوا الموجودين معكم، تسألوا جوجل لحتى تتأكدوا إذا إجاباتكم صح أو خطأ. ما هو الحيوان المفترس من فصيلة السنوريات والذي يتميز بفراء مرقط؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. ألو ندى، إزيك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني ندى كيف كان ويكند؟ الحمد لله. انبسطتي ولا مليتي؟ انبسطت. الحمد لله. طيب ندى شو الجواب؟ النمر. أكيد. أكيد. ماما ساعدتك؟ آه. أوكي الله يحفظها، وشكرا لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. شلة أنا وريمبو عم نستناكم، نستنى مشاركاتكم معنا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. قلت شلة قالوا لي خديهم جايينك. ألو. 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 أهلا أهلا سارة، خبريني شو الجواب؟ النمر. أكيد. أكيد. شكرا لك سارة. مين كمان؟ ألو. عذيبة. آمنة. آمنة. أوكي آمنة، خبريني شو الجواب؟ النمر. أكيد صح؟ أكيد. مين كمان؟ ألو. متأكدين شكلهم الشلة؟ موزة؟ ألو. أيوة موزة. شو الجواب؟ موزة هي. شو الجواب؟ النمر. النمر. شكرا لك صديقتي. مين كمان؟ ألو. عذيبة. عذيبة أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ النمر. شكرا لك عذيبة. وهي هنية. يلا تمام. هنية. ألو. أيوة يا صديقتي شو جوابك؟ النمر. متأكدة؟ إيه. حليمة ساعدتكم ولا أنتم بتعرفوا؟ شو؟ ما حل. أوكي. طيب مين كمان؟ مين معي؟ هنية. هنية أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ النمر. شكرا لك هنية. مين كمان؟ سيف. ألو. وسعيد. ألو. أيوة خبرني شو جوابك؟ النمر. شكرا لك صديقي. يلا مين باقي؟ ألو. ألو. أيوة سعيد. سيف. سيف خبرني شو الجواب؟ النمر. شكرا لك. شكراً لكم وشكراً لكل مشاركاتكم أصدقائي.
خدت اجاباتكم رح اقول لكم اذا صح او خطا. اوكي رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو 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 مرحبا، مين معي؟ قصي. قصي اهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكينا؟ من الفجيره. طب قد ايه عمرك؟ 6. العمر كله قصي، اللي عرفت شو الجواب؟ النمر. اكيد اكيد. ايه بتحب اكثر انت، النمر ولا الاسد؟ شو؟ النمر. اوكي رح اخذ اجابتك قصي، ان شاء الله تكون صحيحه، واكيد يا صديقي لتعرف اذا جوابك صح او خطا لازم تكمل معنا الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ونقول الو. الو اهلا يا يارا، خبريني شو الجواب؟ النمر. اكيد اكيد. كمان هالمره من الشله؟ لا من حليمه فاطمه. اوكي صح، حليمه فاطمه شاركوا قبل. شكرا لك يارا وشكرا لمشاركتك معنا. اتصال جديد ونقول الو. الو رناد. نعم ايوه خبريني شو الجواب؟ النمر. طب حدا ساعدك ولا انت لحالك عرفتي؟ ماما ساعدتني. الله يحفظها يا رب. في حدا رح يشارك؟ رتاج. يلا تمام. الو ايوه رتاج خبريني شو الجواب؟ نمر. شكرا لكم صديقاتي، يا ترى انتم رح تكونوا اخر المشاركين معنا لهذا السؤال. اختي بدي شو؟ في حدا رح يشارك؟ للأسف تقول النمر. اوكي شكرا لك صديقتي، انتم كنتوا اخر المشاركين معنا. بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الحيوان المفترس من فصيلة السنوريات والذي يتميز بفراء مرقط؟ والجواب اكيد صح النمر. الف مبروك اصدقائي ريمبو، لسه مخبيكم معلومة واحدة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتتصلوا فينا وتشاركوني إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. تذكروا أصدقائي أنه جائزتنا هذا الأسبوع عبارة عن آيباد بقيمة 1000 درهم. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هو حجر كريم يتكون من عنصر الكربون فقط عند تعرضه للضغط والحرارة العاليتين في أعماق الأرض، ويعتبر أصلب وأقسى وأثمن الأحجار الكريمة. يستخدم في صناعة الحلي، ويستخدم أيضا رأس أنابيب حفر آبار البترول والغاز وفي قص الزجاج. ما هو الحجر الكريم الأكثر صلابة والذي يتكون من عنصر الكربون؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول هو حجر كريم يتكون من عنصر الكربون فقط عند تعرضه للضغط والحرارة العاليتين في أعماق الأرض، يعتبر أصلب وأقصى وأثمن الأحجار الكريمة. يستخدم في صناعة الحلي، ويستخدم أيضا على رأس أنابيب حفر آبار البترول والغاز وفي قص الزجاج. ما هو الحجر الكريم الأكثر صلابة والذي يتكون من عنصر الكربون؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو أيوة يا صديقتي أهلا وسهلا من جديد، خبريني عرفتي الجواب؟ الألوان. أكيد أكيد. حلو صح؟ حلو هايدي. أوكي فاطمة رح تشارك؟ أيوة. تمام. ألو أهلا فاطمة، خبريني شو جوابك؟ الألماس. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة، ولا تنسوا أبدا تكونوا على الموعد نهار الثلاثة وتشاركونا. ثلاثة صح؟ أي صح. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. حليمة وفاطمة بيقولوا إنه الجواب هو الألماس، إن شاء الله يكون صح. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو 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 أهلا أهلا ندى، خبريني شو الجواب؟ الماس. أكيد أكيد. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني نجمة الأسبوع. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا أصدقائي كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم. شاركوني كمان كل إجاباتكم، إذا ما كنتوا عارفين الجواب بتقدروا تستفيدوا من مشاركات باقي الأصدقاء حليمة وفاطمة وندى، أو كمان بتقدروا تطلبوا المساعدة معنا اتصال ومنقول ألو. ألو أهلا يارا، خبريني شو الجواب؟ الألماس. أكيد
أكيد من حليمة وفاطمة ولا أنت بتعرفي؟ لا أخوي حسامي. أخوكي، شكرا لإله. أكيد شكرا إلك كمان يارا على مشاركتك معنا. مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وجربوا تذكروا أسماء الأحجار الكريمة وفكروا هيك شوي مين أكتر حجر تنطبق عليه هاي الأشياء أو المعلومات اللي خبرتكم إياها. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ قصي. قصي، أهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني شو الجواب؟ الماس. أكيد أكيد. شكراً لك قصي وشكراً لمشاركتك. أكيد أنا وريمبو منتمنى تكون صديقنا الدائم قصي ودائماً تشاركنا كل أحد وثلاثة وخميس. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تربحوا آيباد بقيمة 1000 درهم. مين لسه من الأصدقاء؟ حليمة وفاطمة، ندى ويارا وقصي شاركونا وكانت إجاباتهم الألماس. يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. وإذا بتنتبهوا مثل ما خبرتكم من شوي، ريمبو كتير عم يساعدكم اليوم بالأسئلة عم تكون أغلبها كتير سهلة وبتقدروا توصلوا لإجاباتها بسهولة. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أيوة، مين معي؟ رنان سالم. أهلا وسهلا فيك رنان، خبريني شو الجواب؟ الألماس. أكيد أكيد. مين ساعدك طيب؟ أفراحي. أوه، برافو عليكي. طيب في حد رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. ألو. أهلاً أهلاً صديقتي، خبريني شو الجواب؟ الألماس. شكراً لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي آخر معلومة كان مخبيها ريمبو لليوم، بتقول هو حجر كريم يتكون من عنصر الكربون فقط. ألو. عند تعرضه للضغط والحرارة. ألو. ألو. بعدني عم بعطيكم معلومات. أهلاً سارة، خبريني شو الجواب؟ سارة. ألو. أنت معي؟ سمعتيني؟ القطة. طب أنت سمعتيني؟ هي. أوكي، وأنا سمعتك كتير منيح. خبريني سارة شو الجواب؟ الألماس. أكيد هي. مين كمان رح يشارك؟ ألو. موزة، خبريني شو جوابك؟ شكراً لك موزة. مين كمان؟ ألو. هنية؟ لا، سيف. سعيد، أوكي أنا آسفة. سعيد، خبرني شو الجواب؟ الألماس. شكراً لك. مين كمان؟ ألو. ألو سيف. ريمبو فين؟ ريمبو هنا. اللي سيف شو الجواب؟ الألماس. أكيد صح. أقولها بحماس؟ أولى بحماس. الألماس. شكراً لك سيف. أكيد أنا ما بقدر أتحمس هيك مثلك. مين كمان؟ مين كمان؟ ألو. أهلا وسهلا. أهلا. قريبة. أيوة. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الألماس. شكراً لك صديقتي. هنية. أيوة صديقتي، شو الجواب؟ الألماس. شكراً لك هنية. مين كمان؟ للأسف يا أصدقائي ما رح أقدر أخذ كل إجاباتكم، بدأ ينتهي الوقت، لازم تكونوا أول المشاركين لحتى أقدر أخذ كل الإجابات. شكراً لمشاركاتكم. سؤالنا كان بيقول ما هو الحجر الكريم الأكثر صلابة والذي يتكون من عنصر الكربون؟ وأكيد الجواب الألماس. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. للأسف أصدقائي هون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية. لا تنسوا أبداً تشوفونا نهار الثلاثة بنفس الموعد الساعة 5، تتصلوا فينا. هلأ صار وقت لكم، باي باي.